ايوه عش حناكب. في واحد قريت انه اذا قتلت العنكبوت اللي جوا الله يقرا ما مدان نكمل تلقى لوت كويس. تكفى لا تكفى لا روح روح. اسف اسف اسف. الله ياخذ. ولي كم واحد شد؟ طب ليه انا ما سويت؟ طبعا زرعت وحده وحطيت وحده ونسوي هنا كانت فود مشين ما يمديني. ليه؟ يقول لك هيلث ديفايس يبي لها ايش اسمه ابل كيك. واو في اشياء كويسه مره. ستارفيشن راديشن باور كيبل كا ميديكيشن ما يمدينا نبنيها. جاس كان طبعا ما قريت لازم اقتل حقي عشان اضبط. طبعا قطعت هنا ورحت النفق اللي هو كيف رقم 1 عندي او كيف 2 يسميه. نايس شو اسمه نترايت باودر. طب كيف ما تنكسر؟ ايوه يا اخي ايوه سبعة اوكي. في زومبي هدوء هدوء عشان ما يسمعني. اختفى الصوت كويس. مشروم نايس. في احد جايني؟ لا اشوف مشروم كويس بس ما ادري كيف. ايوه وش هذا؟ كوبا نايس. هذا اتوقع بالغابه تلقاه كويس. 3 3 9 6 20 تقريبا. الكوبرا لها اشياء كثيرة في ذا المود. عندك تسوي منه كيبل كهرباء وما ادري وش بعد عندك. هذا اتذكر كيبل كهرباء اول شيء. ايوه يجلد. اوه في بعد تحته كويس. الحين يبقى على الزنك. اوه كول بعد نايس. اوه كوبا بعد كويس. شلون تقطع وراء؟ ايوه عطنا 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 اللي عندك جيب. ايوه مشروم جيب. حجر. عسى القى هنا شيء نادر يعني زي اللي تو غيره يعني صنف ثاني. اتوقع هذا نهايته. ما في شيء. شوف الرسبي باور كيبل. ايوه طبعا يمدينا نسوي منها الزنك بس احتاج زنك الظاهر. ايوه يا ليل نكسر. نترايت لا انا شاش نترايت الانعكاس اللي شو اسمه اللي هو كيفر. ايش هذا؟ ورغم المسا كذا صوته. صلت نايس. كيف يا الله. ايوه كيف ينرفز. كيف يا اخي هذا ملح. ايوه كويس. ايوه هذا كوبا. الشيء كويس ان الستمنة حقتي شو اسمه ريجنريت. هذا هو كيف 1 حقي. بشوف بعدين كيف 2. في صوت خوف برا. ايوه كوبا بعد نايس. خلنا نطلع شوي شوي. طبعا قطعت المقطع وصلت هنا. بشوف مدين اهرسه. لا حطينا نفسه. يقول لك ساينس ستيشن هنا يمكن صوت مو هنا. ريفاين صوت يقول لك ساينس ستيشن يمكن هنا بعد يصير
ساينس ستيشن هي اللي لا اله الا الله الكبيرة ذيك اللي تحتاج اثنين بيكا عشان تصير. مو هنا مو هنا ولا هنا بعد تتأكد انا. ايوه هنا. وين اش دخل هذا؟ ما له دخل هنا ولا هنا بعد اكيد. خلاص رجع بالثلاجة. او خل نسوي شو اسمه الفلاور ايل او اي سن فلاور ايل اسبي. خله نشوف هنا اسبي. ماتش بوتيتو نايس. بس ما عندي بطاطس انا. نشوف هنا. ما يمدي نسوي له شيء هنا بالخلاط. كيمستر ستيشن ستيل ابو هيد ابو طورت هيجيني وشي زي كذا. ما طورت ستيل سميثنج كواليتي جو ما عندي نفح. حتى تول سميثنج 14 مشكلة والله. ما باقي ما طلعت كويس كويس. الود عندي. ايوه خل نسوي هو الشبي عندي هاسبندر. لا ايرون هو هو تحتاج 14. وين خل نشوف غيرها. طيب عندي نسوي فيلد ليه سبير نايف. يلا خل نسويها. عندي سبير هذا هو. وينه وينه سبير. نسوي ودن سبير. وين نبه كنايف. هنتن كنايف. وين هنتن كنايف. ايوه هنا هنتن نايف. يلا وين وين وين. ايوه جيب سوي 4 3 2 1 كويس. بس ما دينا شيء. ايوه عن ادفانسد سبير كويس. ما اعطانا شيء بعده. بس بطيء بالضرب. اخر شيء هذا كانت اوكي. ريد وبن اوف يسكل تشين ان لوك جذر تو باد لوك كفت تشين ان باد لوك باد لوك. ما عكس بي بي الثانية يمكن. شوف سبيلينج باد باد. هنا عندي واحد ايه عندي واحد. ايوه هذه هي. ما عندي الثانية للأسف. ما ظنيت انه فيه. ما ظنيت فيه. جيج نايس. ايوه ما بطلع. هوب خلينا ننزل. دم 6 خير. ايوه 64 65 راح يقلع ذا الجثة. باقي ما طلعت هذه النبتة كويس. خلنا نفتح منها الجثة المزعجة. ما في شيء بالشنطة كويس. هوب جوع. باقي ما نمو كويس. كونكريت لا كوكينج. هنا 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 يفتضل كوكينج. هلف ميديسن. وين 996 ستريس ريزيستنس. اتوقع عندي نعدلها من الاكس ام ال فايلز. ناتشرال غاز انرجي بوك احتاجه. احتاج هذه الاشياء بس ما عندي. طبعا انتظرت الصبح لما يطلع وحين بمشي بتجه للمدينة اللي امس اللي تكرهني. انا بفهم انا ليش تكرهني المدينة هذه مع اني ما سويت لها شيء. افكر اروح قبل اروح لمنطقة هلو سكوربيون جو اواي. افكر اروح قبلها اهلا مستر صياد. اروح شو اسمه لا اله الا الله
الشيء اللي على اليمين هنا اللي هو الكام او الارمي كام. هلو زومبي. هلو نيرف. هوب اسحب. وينه؟ تعال. الله ضربة واحدة يقتل. في احد ثاني؟ اسمع صوت وينه بس. ندور بيض نص. اوه سلب نايس. سلب. اوه في لغم. افا. نايس. نقدم شوش. هانتد ليه؟ شافني البوس. تعال. تعال. اوه بيض نص نايس. بيض نص ثاني نايس. بدنس ثالث كويس. توباكو. مات واحد. تعال تعال ابلع. جاء. لا ما انصحك في لغم. ابلع اخمك. انت قوي مره. ابلع. ناس مات واحد. ابلع. مد مت. بالله وش المشي الغبية هذي. الله يقلع الحيوان يا غدرة. بلع. نايس. ذاك نضيع الطريق. مع السلامة. خلك. تعال. خلص منك الحين. وصلت سبايدر. مت يا اخي تكفى. ليش الشاشة طفت؟ صلد. هذا ما عنده شيء. هذا ليش واقف؟ ميت. كويس. خلينا نقدم الشيء. نايس. بابريكا. بابريكا سيت. ابغى هذا الشيء يجيني. كيف؟ قاعد يكسر شيء هذا. تعال. ايوه تعال. تعال شوي 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 شوي. هوب هوب. ابغى اسحب انا الفخ. تعال 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 هنا. فخه حيوان. لكن هو لك مت يا اخي. سم. يا شو. اوب اوب. خلنا ناخذ الجثث هذه. ان شاء الله فيها شيء. هذا هو فاينل سولدا اكيد. شوي شوي. نايس. اس ام جي. نايس. شوي ذا اسحب عليه. كويس. اخبار بشيء. ايوه. ما خاب ظني هنا في زي الصندوق حق الاغم. شو اسمه؟ صندوق حق الامو امونيشن بوكس. اسحب على البلاك. سوي سكاب. والله. هنا احتمال يكون بس ما في شيء هنا. ماشي نايس. كويس. يا الهي في فوق واحد انا متاكد. يا ليل. ايوه كويس. طب ليه ما بدينا ادخل؟ لازم يصير هالشيء. يلا نايس. في شيء عندك؟ الله يقلعك. 5 4 3 2 1. امو نايس. اسحب على البلانت فايبر. اشوف فيها. هوب. شوف هنا هذا الشيء. هنا ايش فيه؟ نايس. هانتنج نايف ثاني. كويس. كثر الرصاص. خلنا ناكل السلد. وش نسوي؟ انا هذا. يلا جيبهم. خلنا نسوي انزلط. سوي سكاب. خذ على طول عشان ما في مكان يصير. ما يمدينا اخذ التشيخ. مشكلة ربي مشكلة. اسحب على هذي. انقطع التسجيل هنا. ما ادري والله ايش السبب.
بس احتضت تمر نايس هنسوي سيدز في تمر في نمر انا اسف انا بلي انا لازم اهوب انا لازم اهوب ما علينا نهوب نهوب طبعا راح توديت الاغراض دباب راح توديتها البيت من البيت مشيت لهنا ما ادري ايش السبب اللي خلاه يعلق بس دبابة قلت بسوي لها لوت بعدين هذه المرة العاشرة اللي سجل الصوت لهذا المقطع هذا تمر شو الفرق بين دي هذا تمر وهذا موز كويس ازبن هوبا كويس بعد ما خاب ظني لو رحت الجسم جرادات بلقى انجن سمول انجن ذا شيء كويس هذا الباب الثاني هذا لازم اسوي ايوه تايكن ثاني اسف واضح في بيت الناس اسوي له لوت هنسوي نجمع عشان نسوي بترول ايوه بس هناك التمر هوب نمشي يا رب نوصل نوب واو ما اطلب بهم هذا السجن ايوه هنا مكان كويس لاني احط فيه جسمه قاعد اسكن فيه رغم ما احتاج هذا الشيء هنحط يا ليل كيف احرج لي ابلعي اسف اكفي احسن نايس ذكرت ان عندي شو اسمه اسف تعال لا دمي 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 بليدنج يوز الله يكوعك والله اسف ما ابغى هناك ما ابغى اكون بعيد عن الفامباير الفامباير مين فايبر معليش في دبابه هنشوف ايش عندها نايس طبعا لازم نفكها من الدبابه بعدين عنده علبة تستاهل نسكن فيه ولا واحد هذا يمكن معقول هذا كويس قاعد يحصل زومبي معليش ابلع انت وقف ابلع نايس ابلع نايس في واحد يسحب يلا جيتك اثبت نايس ترجر ماب ترجر ماب نايس ايوه خلنا نحط البطون حقتي نايس خلنا ندخل البيت نجيب البكاك الفاير اكس خلنا نسوي كلير البيت نشوف شو الاشياء اللي فيه محتاج ملابس اجيب لا بأس ابغى لوت نايس كويس خلنا نكسر هذا بعد عشان نضمن ان الزومبي ما يجينا لو قاعد نفوق خلنا ناخذ نطلع يلا هوب هات البترول يلا حط هذا خلنا نسميه سيتي هاوس 2 او هاوس 2 سيتي يلا نمشي خلنا نسوي الشيست ونحط الاغراض فيه وبعدين نمشي يلا حط سكاب الاشياء اللي ما منها فايده زي هذه ودي روح كذا كويس هوب وين دبابي في ارنب تعال 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 خلاص خلك ما ابغى اروح معك هناك خلك خلنا نختار هذا البيت وراي تعبان دم 16 ليه؟ يلا اخذنا ميدك الفلو تبنى هذي بتنقص 6000 نايس مرت نايس خلنا نشوف هنا شيء في الثلاجة ان شاء الله شيء كويس لحم دجاج روميت خلنا ناكلها وين اللي قاعد يصرخ هذا؟ شكله من داخل البيت تعال جولدن نات ما عندي نسويها
نروح اه ناكل شو اسمه يوكا فروت. انا اوه نايس وزن اثنين كويس يوكا. انا كويس اليوكا انه شو اسمه ريجنريت فلوس الستامنا. مع السلامة. ها لعبت عليك ادرس تعال ابلعي وقف. ها اسف ايوه اوف ابلعي تعال تعال ابلعي وقفي تكفين طلعي بيك احسن. في زومبي سوينا مدري بيرنس نايس. خلنا نجمعنا شوية يوكا. اوه اسف بوخر من هذا المكان ما ابغى اتعارك مع شيء ماني ناقصة انا. تعال احسن رغم ما منه فايدة هذا الشيء. امشي وز اتوقع الثيتا رام كويس. خلنا ندخله. اوه خلنا نقراها تحدي خلنا ناكل عنب شوي. ما ادري شو الحفرة هذي كيف طالعة. الله يقلع الفلو نقص من ألف. خلنا نكسر اوف اوف. خلنا في زومبي لان نسمع زومبي يسوي هنا ان شاء الله. حس علي؟ لا قلنا نكتبه. وينه؟ زومبي جوا؟ ايش صار من جوا شكله؟ ساعدتك ايوه شكله. لا ثانية رابعة خامسة سادسة سابعة نايس. قاعدين يكسرون ذولا. هذا شفته تحت استمنى حقتي ما تساعد انك تلهم. يا اخي لو ان ذا القس انت وش اسمه انتيبيوتكس. خلنا نشوف ارجع البيت شوي. طبعا انا رحت لان يعني صارت زي المشكلة رحت قتلت نيرز كانت قاعدة تلحقني عطتني انتيبيوتك فشي كويس. خلنا نطلع فوق نشوف وش فيه. ما في شيء. شفت راح يكون فيه بيرنس على الأقل شيء فيه. فك المكينة استفيد من القطع على الأقل. استعدت لكم الفلوس بهوب. ننزل شوي شوي نحط الباب عشان ما منه فايدة. كويس خلنا نروح نروح ان شاء الله ما يكون في زومبي فوق. اوه في واحد لاحد الثانية نايس. جايكم جايكم اصبر ابلع ثاني. اوه ثالثة رابعة خامسة سادسة سادسة. خلنا ننزل تحت الزومبي اللي تحت ضايعين. واقف عندي شوف اوه هاي فايف ابلع نعم. وين الزومبي هذا اللي طلع الصوت؟ تعال انا بطلع تعال عندي. انا ما ادري ما ابغى تحشرنا جوا وفجاه اخوياك يجون يعطوني هاي فايف. انا اردت الهاي فايف واحده لكن اكثر من واحده ما اقدر علي شوي شوي ون باي ون. اوه غصبا هذا هنا ايه خلينا نكسر هذا نشوف ننتظرهم لين يجونا. تعال ابلعي ابلعي كويس ليك. وين اللي كان تو قاعد صارخ علي؟ باغا صح؟ وينك؟
هنسوي له تلين مجوني. أيوة خلنا نشرب بيه بحيث إذا كانوا كثار ما يصير بستان. نايس سكافنجر ليفل أب. نايس. وش ذا؟ ياهو وش ذا؟ وش فيه هنا؟ أوه ما في شيء. هذه البوابة دخلناها ترى. في زومبي قريب علي. وينه؟ هذا هو تحت هذا. ابلعي موتي احسن. كويس. وين الزومبي؟ تعال انزوع ابلع احسن. وينك؟ تعال ثانية ثالثة. ابلع ابلع. لا فايدة. اشرب اشرب. ممنوع الانتظار بالدور. تعال تعال بسرعة. في زومبي قريب علي شكله. ابلعي احسن. خلهم اللوت. الزومبي ما يفهمون. كم مرة يوم اقول لهم يوم اسوي لوت لحد يجيني. وينك؟ خلو اسوي سكاب من ذا الشيء رغم ذا الشيء محتاجه. سكاب شوف هنا وش فيه. خلنا نبدل هذا. كويس نايس. ما في شيء. خلنا نرجع اغراض الدباب. يا غدره مسيل. سو سكراب سكراب وصل. ابلع نايس. وين الزومبي؟ في زومبي هنا. اسمع معاناته انا من هنا. ايوه هذا كم اخذناه صح؟ باقي هذا السله. كويس هذا الباب. ادخل. الله في شيء. كويس. ناخذها ونشرب مويه بعدها. ايوه كذا افكتف. نايس. ديم الارض ما احتاجها. اجيب سوي سكراب للورد. الفلوس ما احتاجها. ما يمدي نتعامل فيها. هذا الباب الثاني. نطلع فوق. وز طبعا تذكرت حاجة هنا. الكوبس او مو بالكوبس مو بالجثث اللي اتكلم عن بلانت كوبس. النباتات بشكل عام او بذور النباتات او النباتات اللي قاعدة تزرع. اذا الزومبي دعس عليها تنكسر او تخرب. انت اذا دعست عليها ما يجيها شيء. يعني تقريبا شبه معقولة هذا الشيء. يلا ننزل. من وين؟ ايوه من هنا خروج. نروح البيت اللي بعده ناخذ الاشياء اللي هنا اول بعدين نروح. هنا ماخذ ثقب. نايس كان فاضي. ننزل هوب. اندرع من وحش في البيت اللي بعده. هذا البيت ما دخلته عشان الزومبي اللي كانوا فيه. يعني لازم كسر ذا. يا ليل. ايوه كذا. في زومبي. هنطلع فوق. زومبي فوق. ايوه تعال ابلع. لا كيف ميت قاعد يدور. بس كان في بق. يا الله الشاشة تطفى العيش.
البرنامج التسجيل هذا الغبي. ننزل كمل لوتنج هنا. في صوت، في شيء بيصير. خرشني هنا. هيا الظاهر ما خط نحط شو اسمه انه يطلع للمكان. كويس جيب، كويس ما يهم اللوت جيبه بس ان شاء الله كتاب. كويس، ما في شيء، ما في شيء، في شيء؟ لا، ايش البيت الفاضي هذا؟ ايوه كويس، تعالي الدجاجة. كويس، طلق ما ايش اسمه؟ طلق شتقن، ابلعي. يلا كويس، اسف، لازم ابغى ايش اسمه غيش حقك. خلنا ناكل الدجاجة، ان شاء الله ما يجيني شيء. نايس، هذا دخلت غرفته وهذي. ندخل هنا نشوف ايش فيه. تعرف شيء كويس؟ نايس. في شيء هنا؟ لا. خلنا نطلع من باب اللي جينا منه. نعم. ايوه تمام. سكاب، نحط الاشياء اللي ما تتكرر مثلا. خلنا نكمل سيدا نشوف ايش فيه. ايش فيه هنا؟ اكيد وراك. كويس، خلنا نفك هذه السيارة نشوف ايش فيها. نايس تابلت. بل تابل اديني جيج، جيج عداد الظاهر او شيء زي كذا. يلا تخلص من الاشياء هذه. نبي كفر. كويس، عندي خايس ما في كفر. هذا قريب ما جاني يعني. هنشوف قدام. ايوه ما جاني قدام. نروح نشوف. في سيارة هذي بعد. خل نسويها لوت. ما في شي فاضي. ليش هنفكها؟ لازم انتبه عشان العناكب بتهجم علي. جانا الكفر. نايس، خلنا نبدل. يلا سوي سكاب القديم، خلنا نقدم. ايوه عشان بحيث اذا صار طارئ عشان ننحاش من البيت. كويس، لازم يطيح هذا يعني لازم اكسر حديده ذي. كويس، خلنا نشوف من هنا. باك باك. كويس، سوي سكراب. سكراب ذي بعد سكراب عشان نوفر اماكن عندي. كويس، ان شاء الله في شيء كويس. كويس، شو اسمه طول فورك نكل عشان نطول تول سميثينج بعدين ديليت. نحذفه او سكراب. كويس، سكاب ما محتاج مصباح. سوي سكاب ثاني يمكن ألقى شيء كويس فوق. تكفى. الورق هذا. نشوف الدور اللي تحت فيه شيء كويس. لا نكسر ندخل. في شيء؟ سكاب. كويس، يلا كويس. ما في شيء هنا. يلا خلنا نطلع. كود بي كيرفول ذا سبايدر. خله. يلا شوف في احد جايني من هناك. لا اشوف، ما اشوف ذا البيت. كويس، نشوف هنا.
اخ لا بخافي خلينا نشوف شوي اكيد في وراها شيء اكسر اكسر دخل يلا ما في شيء يا اخي ليش انتم بخله كذا ايوه كويس ايوه نشوف هنا في شيء هذا البيت ذا كانت ببيت المزرعه اللي بالنافس جيم او النافس جيم هاي واحد سوي سكاب سكاب او ها اللي معانا افضل يا هذا سوي سكاب 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 يمكن فوق في خزنه متاكد انا ما في هون كويس سبلمنت نايس ما في شيء هنا اشوف هنا سكاب سكاب ناخذها يلا وش فت الورق الورق تقدر تسوي فيه الباك شوت وش الباك شوت هذا اللي هو بلندر باس وبلندر باس وش هذا نوع من انواع الشيء خلينا نكسر هذه ونشوف ايش يطلع لنا منها نلعب سلاح كتاب كويس رصاص كويس ما بعرف ايش ها قطع يلا هات مان ليه في زومبي جايني ايوه هوب اطلع وزبن نفس حركة اللي كنت تسويها بعد في السيرفر ايوه خلنا نشوف السيارة الحمراء ايش فيها الله البطارية كويسة اقدح من اللي عندي كويس خلنا نرجع الاغراض للبيت في خسة هنا اسف خليك انت اشتبه هنا وخر اهوش لك امشي يلا انزل الانهار شكلي يبي لي شيء ثاني بس اصبر خليها تخلص عسى ما يكون جايني الزومبي ذا بعيد باقي خليك انا في انتظار انت بعد شوي هذا البيت دخلناه تو هذه السيارة ما في ما كملنا فكها ان شاء الله تنزل لك ايجي نايس وبطارية ثانية نايس فل كويس نايس الاشياء المرمية فيها اشياء بيرنس نايس ليش كذا؟ خلنا ندخل بالبيت. ما ادري كان عندي هذا اتوقع بالبيت ممكن القى قطعه تحت الارض او شنطه تحت الارض او فلوس محفظه تحت الارض. نشوف ما في شيء. هنا في سلاح هنا يمكن هي ما ظني فيه. خلنا نكسر ونشوف. مو هنا. هنا وين؟ هذه لا تحت هذه يمكن نشوف ايوه صح كويس ودانا عادي هنا ما في شيء ايوه خلنا ناخذ اللي هنا بعد ما فرقت ننزل تحت وين الباب اللي دخلنا اياه هذا خلنا نطلع عنه خلنا نمشي قدام ونشوف ايش فيه انا اقول لك خرج الاغراض بعدين روح البيت اكبر او اسطف البيت هذاك عشان ما اضيع هذا هوب يلا ندخل بسم الله واضح انه كان في زومبي هنا متحمس يبي يطلع بس فخر فمات سوي شو اسمه الرسبي هذه بعدين كنسل سكاب 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 كويس ما شفت تحت ايش فيه شيء ما في شيء يا ليل بطول خلنا نكسر الخشب افضل كويس سكاب
طب بعد يلا يلا خلني شو اسمه اكسر شو اسمه هذي هذا اسرع هذا افضل هذاك اسرع هذا دمج اقوى هذاك الدمج الليس بس سوينج فاست مش اقصد الكلام اللي انت هذاك دمج ضعيف بس الضرب فيه سريع او خفيف ايوه والله ليه سكابو على طول عشان ما يبقى مكان كذا يلا خل نحط اغراض الشنطة والدباب اوه حط الاغراض المتشابهة ايوه كويس كذا يلا خلنا ندخل البيت ونشوف نكمل بعد في الشغل ايش في هنا؟ يلا جيب نايس لا الله جاز كان بس سكيماتك نايس ما في شيء في شيء في صورة في شيء سكاب نايس عشان صار غستد شوي نايس اسحب عليها هذا نفس شو اسمه حق البيت المزرعة هذا هو نفس كذا تصميمه هذا وش الفرتلايزر خلينا نشوف وين نحطه بدل هذا الله هوب نزل من هنا هوب نفس الحركة اللي كنت تسويها بعد نفس جيم هوب على الدباب ليش من السبايدر وخا عن بيتي وخا عن منطقتي بعد خلنا ننزل الاغراض ايوه هذا الشست يبيلي الشست الثاني ايوه الحين يبيلي الشست الثاني شست ايوه سوي حط ننزل اشياء محتاجها ايه يلا رجع هذا وهذا بعد هوب من هنا ها جاء تعال واحد ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة حط ملوت جاي طارق مشوار ودافع ودولك مكسرها ما خشمه معك شيء بخيل انت خسر كريم لو مرة على الأقل نروح مكان ثاني يلا هم وين أنا لا من هنا أبغى بصل ثوم زي أشياء زي كذا هذا المكان فيه سيفات الدنيا خلنا نطلع نشوف فوق أول شيء وش فيه ما في شيء هنا هي شنطة نايس كويس طبعا ما ادري احس السقف اكبر مكان من الواحد ينتحر فيه رجلي خلنا نجمع الاشياء اللي هنا كويس اللوت نكسر السيفات وارجع لكم السيفات تحتها ما في شيء كويس لحد الحين انا بفهم يعني ليش البشر قصدي هذولا يعني انت تحط اوراق في خزينة ليش وول سيف تحط اوراق ليش يعني ناس سبحان الله يا اخي ناس تنرفز هذي تحط كتب ما تبي خسران شي في كم وحدة هنا نسيت افتحهم مو مشكلة افتحهم بعدين
نروح ايوه اوف الا شوي المكان اللعين هذا ايوه ايش حناكب في واحد قريت ان اذا قتلت العنكبوت اللي جوا الله يقلع ما مدعني اكمل تلقى لوت كويس تكفى لا تكفى لا روح روح اسف 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 الله ياخذ ولي كم واحد شد طب ليه انا ما سويت شيء ابغى لوت بس والله يا حقد اعوذ بالله يلا غصب مش فيك I'm spawned يعني بالله طبعا قتلتهم الحمد لله ما ادري كيف قتلتهم رجعت اغراض الحمد لله ابلع كلب تستاهل يعني انقلع انت من نادس انقلع 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 مت ايوه خل نكمل هذا البيت اللي لازم ندخله ايوه لازم ندخل البيت هذا اشوف مو مشكله اذا مقطع طويل هنا وصلنا لحلقة حلقتنا هذا اليوم اتمنى انكم استمتعتوا لا تنسوا لايك وسبسكرايب وتضغط زر الكومنت ان شاء الله اللعبه تكمل الجايه ان شاء الله كان معاكم خالد يا ايج مع السلامه